قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وليت ما تسمعش ملخص الموسم اللي فات من المسلسل ده يروح يسمعه من القناه، او هتلاقي اللينك بتاعه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. اخر حاجه احنا شفناها في الجزء اللي فات وهو ان نولان طلع من كوكب فيلتروم واللي يبقى كوكب كل اهله اشرار، وحرفيا انتشروا في كل كواكب الكون عشان يضعفوا الكواكب دي ويسهلوا احتلالها. وعشان كده نولان اصلا جه كوكب الارض وقتل كل الابطال الخارقين بحيث يضعف الكوكب ويسهل احتلاله. وطبعا لما عرف مارك ابن نولان كل ده اتحارب مع ابوه، ورغم ان نولان هزم وشر هزيمه الا انه ما عملش حاجه لكوكب الارض وهرب بس من الكوكب مؤقتا، ولسه ما نعرفش ناوي يعمل ايه. وبعيدا عن نولان، فمارك له اعداء كتير جدا في كوكب الارض، زي مثلا تايتن والفضائيين اللي عايزين يحتلوا كوكب الارض، والمريخيين للحشرات السكويد الخطيره سيطرت عليهم وبكده ممكن يدمروا كوكب الارض في اي لحظه. تمام جدا. بيبدا بقى الموسم الجديد والاخير في الماضي، وفي الماضي بالتحديد يا صديقي عشان نعرف حاجات مهمه جدا بخصوص البطله الخارقه ايف واللي شفناها في الموسم الاول. المهم اننا حاليا بنكون في مقر ابحاث تابع للجيش الامريكي، وبيوصل لمقر الابحاث ده عصابه اسمهم عصابه السحالي، وبنعرف ان العصابه دي جايه المركز عشان يسرقوا مصل معين كده موجود في المركز، لكنهم مش هيقدروا يعملوا كده لان فرقه حراس الارض واللي طبعا كانوا لسه عايشين في الوحده بيوصلوا للمكان، بيتعاركوا مع عصابه السحالي وبيفضلوا يضربوا فيهم بكل قوه، وبتقوم معركه كبيره بين الطرفين. وقتها بيوصل لمكان نولان وبيفضل يساعد حراس الارض، بيساعدهم لان كل ده كان في الماضي وما كانش نولان لسه قتلهم. في المهم بعيدا بقى عن المعركه دي، فبنشوف حاليا دكتور اسمه الدكتور الياس بيهرب من المركز ده، وبيكون مع الدكتور الياس ست حامل وخلاص هتولد. والعلم الست دي الياس عامل عليها تجارب علميه كتير جدا، وبيكون الياس رايح بيها المستشفى عشان يولدها. في طريقه المستشفى في ضابط كبير كده في الجيش اسمه اريكسون بيتصل بالياس، وبنعرف ان اريكسون هو مدير مركز الابحاث، وحاليا بيامر الياس يرجع بالست اللي معاه المركز عشان محدش يعرف انها معموله عليها تجارب. بس الياس بيرفض لان الست خلاص هتولد ومش هيقدر يولدها في المركز اللي فيه المعركه حاليا. بيروح الياس فعلا المستشفى عشان يولد الست دي، بس للاسف الست دي بتموت، لكن الطفل اللي في بطنها مش بتموت. بيقرر الياس يولدها بسرعه. وبعد شويه بقى بيوصل لمكان اريكسون ومعاه رجالته، وبيقبضوا على الياس بعد ما فهمهم ان الطفله ماتت، لكن في الحقيقه الطفل ما ماتتش، لان حاليا بنشوف ممرضه بتروح بيهم لزوجين اسمهم بيتسي وادم، والمفروض ان بيتسي وادم كانوا مخلفين بنت لكنها ماتت، بس الممرضه بتعرفهم ان بنتهم ما ماتتش وبتديهم ايف على اساس انها بنتهم وبتمشي. بتعدي بقى السنين على كل ده، وبتربى ايف يا صديقي مع ادم وبيتسي. في مره كانوا ادم وبيتسي خارجين من البيت، فبيجيبوا شاب كده يقعد مع ايف وياخد باله منها. الفكره بقى ان الشاب ده كان عنده امتحان كيمياء فكان قاعد بيذاكر. الغريبه بقى ان ايف الطفله اللي لسه ما دخلتش المدرسه حتى بتكلم مع الشاب بتاع الكيمياء والمواد، وبتكون عارفه معلومات كتير عظيمه جدا. وللعلم كل ده بسبب التجارب اللي اتعملت على ام ايف، لان اصلا التجارب دي كانت بتهدف ان ام ايف تخلف طفله بتقدر تفهم المواد وتتحكم فيها كويس جدا، وعشان كده ايف عارفه كل المعلومات دي. المهم ان الشاب ده بيستنى لما ادم وبيتس بيجوا، وبيعرفهم على طول ان بنتهم عبقريه ولازم يقدموا لها فورا في مدرسه العباقره. قرروا فعلا يعملوا كده. على الجانب الاخر بنشوف ان اريكسون جاب دكتور كده وامر الدكتور ده انه يحاول يعمل تجارب على الاطفال ويحول حد فيهم زي ايف، وبيكون الدكتور ده بيشتغل على طفل كده بس كل تجاربه بتكون فاشله. المهم بنرجع لايف تاني واللي بتدخل دلوقتي مدرسه العباقره فعلا، لكن ايف بتكون عندها مشكله وهي انها ما تعرفش اي حد خالص، لحد ما بتتعرف على طفله جارتها كده من المدينه وبتدرس دلوقتي معاها في المدرسه اسمها فال، وبتكون هي على فكره وفال صحاب جدا ودايما سوا. مره بقى كانت قاعده ايف في البيت، فبيجي ادم وبيتسي وبيزعقوا لها لانها مش بتذاكر، فبتزعل ايف منهم وبتدخل تذاكر. واثناء ما هي بتذاكر فجاه بتكتشف قوتها الخارقه، وهي انها بتقدر تطلع زي شعاع او ليزر وبتقدر تتحكم بيه في اي ماده وتحولها لاي شيء هي عايزاه حرفيا. وبتكون ايف مبهوره بقوتها الخارقه دي، فبتروح دلوقتي لفال صاحبتها وبتعرفها بقوتها، لكن فال بتبدا تخاف من ايف وتشوفها غريبه الاطوار، فبتقرر ان هي تبعد عنها خالص وبترجع ايف وحيده من جديد. وفي يوم كانت ايف واقفه قدام بيتها وبتحاول تتحكم في واحد من الحيوانات وتحوله زي ما بتحول اي ماده، لكنها بتفشل، وبتعرف من دلوقتي انها مش بتقدر تتحكم في الانسان ولا الحيوان زي باقي المواد العاديه. المهم ان ايف وهي واقفه بتلاقي شخص مشرد بيراقبها، وبيكون الشخص ده على فكره هو دكتور الياس اللي هارب من اريكسون وبقى مشرد، ومن وقت للتاني على فكره بيراقب ايف زي دلوقتي، بس ايف مش بتهتم. بعدها بتقعد ايف مع نفسها وبتفضل تفكر، فبتقرر تستخدم قوتها وتبقى بطله خارقه، فبتصنع لنفسها قناع وبدله كده وبتخرج تلف في المدينه بحيث تواجه الجريمه، لحد ما بتوصل عند مخزن فيه حيوانات وبيكون في شخصين بيسرقوا الحيوانات دول. بتروح لهم ايف وبتتعارك معاهم، وفي اقل من دقيقه بتكون قدرت تتغلب عليهم بفضل قدرتها العظيمه. بعد كده بيوصل عند ايف دلوقتي الدكتور الياس، ولاول مره بيتكلم معاها. دكتور الياس عرف ايف انه دكتور شغال تبع الجيش، وهي كانت عباره عن تجربه ليه وهو سبب قوتها، والنهارده هو جاي يحذرها تستخدم قوتها دي لان اريكسون والجيش لو عرفوا انها عايشه هيقبضوا عليها وهيجبروها تشتغل لصالحهم بالعافيه.
وبيعرفها كمان انها متبنى اصلا مش بنت بيتسي وادم، وبيسيبها الياس وبيمشي. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان اريكسن قدر يوصل لتسجيل لايف وهي بتستخدم قوتها، فامر الدكتور اللي معاه انه يخرج التجارب بتاعته عشان يلاحقوا ايف ويجيبوها لغايه عنده. والعلم التجارب دول هم كلهم نسخ من ايف، لكن نسخ مشوهه لان الدكتور معرفش يصنع حد بقوه ايف زي ما الياس عمل. في المجمل بيرجع لايف من تاني واللي بتلف تدور على الياس عشان يعرفها اكتر عن نفسها، لكنها مش بتلاقيه فبتحبط وبتفضل تلف في المدينه تدور على اي مجرمين، لحد بالصدفه بتلاقي شخص كده بيسرق بنك وبيهرب، فبتروح لايف وبتفضل تتعارك معاه بكل قوه وضربه يمين على ضربه شمال بتقدر ايف تخلص عليه. وفي اللحظه دي بيوصل عند ايف الياس واللي عارف انها استخدمت قوتها، فجاه دلوقتي وقفها. وفعلا بياخد الياس ايف لمطعم كده وبيقعدوا فيه، وبيعرفها هناك انه مش عاوزه تستخدم قوتها تاني لان اريكسن مش هيسيبها في حالها. وبيعرفها الياس انه كان يعرف امها واللي كانت شحاته وكانت حامل فيها، فعرض عليها انه يعمل عليها تجارب وهي وافقت. وقتها فضل يعمل عليها تجارب كتير لحد ما قدر ينقل لها القوه اللي هو عاوزها، واللي بطبيعه الحال كانت هتتنقل لايف. وبيعرفها الياس انه كان ناوي يهرب امها من عند اريكسن، بس المشكله ان موضوع الولاده جه فجاه ومعرفش يرتب لهروبها. وبس دي القصه باختصار. وقتها بتشكر ايف على كل المعلومات دي وبتسيبه وبتمشي. واثناء ما كانت ماشيه بتلاقي ان في مجموعه من الاشرار الخارقين عاملين مشاكل في الطريق، فبتروح لهم ايف وبيكونوا الابطال دول هم نسخ ايف اللي الدكتور الجديد صنعهم. وحاليا بقى بيفضلوا يتحركوا مع ايف، ورغم ان شكلهم بيكون غريب وبشع الا انهم بيكونوا اقوياء جدا وبيقدروا يغيروا من ماده جسمهم ويحولوا نفسهم لاي شكل على عكس ايف. في اللحظه دي بتفضل ايف تتعارك معاهم معركه كبيره لحد ما بتقدر تخلص عليهم كلهم تقريبا، ما عدا واحد فيهم بيكون قوي وهيئه الايف، بس بيوصل لمكان دكتور الياس عشان يساعدها، فبيكون الشرير ده هيخلص عليه، لكن ايف بتنقذه وبتخلص على الشرير ده كمان. وفي اللحظه دي بتوها ايف مغمى عليها من كتر التعب والاصابات اللي اتصابتها في المعركه دي. وهنا بقى بيوصل لمكان اريكسن والدكتور اللي معاه وكمان جنود بيقبضوا دلوقتي على ايف والياس. بعد ما اتقبض على ايف والياس صديقي بيتاخدوا المركز بتاعهم، وهناك بيقرر اريكسن انه يحتفظ بايف وهيعمل عليها التجارب اللي هو عاوزها، اما الياس فبيقرر يقتله. لكن ايف بتفوق دلوقتي وبتفك نفسها وبتعرف اريكسن انه مش هيقدر يقتل الياس وبتنصحه يسيبه وهي هتسلمه نفسها، بس اريكسن بيرفض. وهنا بقى بيوري ايف ست كده شكلها غريب ومحطوطه في جهاز في محلول، وبيعرف اريكسن ايف والياس ان دي ام ايف الحقيقيه واللي ماتت لكنه عمل عليها تجارب ورجعها للحياه وخلاها بالشكل البشع ده، وخلاها تخلف بقى التجارب اللي كانوا بيحاربوا ايف وهزمتهم، يعني اللي ايف لسه قتلهم من شويه دول يعتبروا اخواتها. وقتها بيتعصب الياس فبيهجم على اريكسن، وبيفضل اريكسن يضرب نار في كل مكان، فبتيجي طلقه في ام ايف وبتموت، وبتيجي طلقه في الياس وبيموت هو كمان. وهنا بقى بتتجنن ايف حرفيا وبتملك قوه رهيبه، وعلى طول بتمسك اريكسن والدكتور اللي معاه بكل قوه وبتكون هتقتلهم، لكنها في اللحظه دي بتحس انها قادره تتحكم في ماده جسمهم، وبتقرر ايف تعاقبهم بحاجه اسوء، وهي انها تنسيهم كل حاجه عن نفسهم خالص. وفعلا بتعمل كده ايف وبتسيبهم وبتمشي. بس بترجع ايف لحياتها العاديه بعد كل المصايب اللي عرفتها دي، وبتقرر انها تفضل تحارب الجريمه لاخر يوم في حياتها. وبس دي قصه ايف بكل اختصار. دلوقتي صديقي بعد ما عرفنا خبايا الماضي في قصه ايف، بنرجع للوقت الحالي بعد احداث الموسم الاول على طول على طول. بنكون دلوقتي في عالم تاني خالص غير العالم الاصلي بتاعنا، لان بالمناسبه الكون هنا فيه عوالم موازيه كتير جدا. المهم اننا في العالم ده بنشوف مارك بيتعارك مع امورتال معركه قويه جدا وبيكون هيقتله، بس بيوصل لمكان نولان وبنعرف ان في العالم الموازي ده نولان ومارك اتحدوا سوا عشان يحتلوا كوكب الارض لصالح كوكب فيلتروم كوكب نولان، على عكس ما حصل في العالم الاصلي. المهم ان مارك ونولان بيتحدوا دلوقتي وبيفضلوا يضربوا في امورتال وبيقدروا يخلصوا عليه خالص. بعد كده بقى بنشوف يا صديقي العالم ده واللي بيكون عالم متدمر تماما، وبنشوف ان طول الوقت في رساله بتتذاع من انفينسيبل اللي هو مارك يعني، بيطلب فيها من كل شعوب العالم انهم يخضعوا ليه والابوه والامبراطوريه فيلتروم، وفي المقابل مش هيأذوهم، لكن لو فضلوا يقاوموا فهيكونوا بيجيبوا الاذى لنفسه. ووسط الدمار ده كله بنشوف شخص كده اسمه انجستروم. انجستروم حاليا بيروح لملجا سري تحت الارض، وبنعرف ان الملجا ده هو مقر المقاومه، وبيكون في الملجا ده موجود نسخ من روبوت وايف بتوع العالم ده. وحاليا بيسالوا انجستروم هل جاب القوى الصفريه اللي هيقتلوا بيها نولان، فبيعرفوا من انجستروم انه فعلا جابها وبيوريها لهم دلوقتي، فبيفرحوا ان ده املهم الاخير في قتل نولان وابن مارك. المشكله بقى ان قبل ما يخلصوا كلامهم بيوصلوا لمكان نولان ومارك وبيقرروا يخلصوا على الكل. اولا بيبدا مارك يتعارك مع ايف وبيقدر يشلها حرفيا، اما نولان فبيضربوا روبوت بالقوه الصفريه واللي بتطلع مش بتاثر فيه، وبالتالي بيقتل نولان روبوت وبيخلص منه. وبيقرروا نولان ومارك يقتلوا كل في المقر عشان يقضوا على المقاومه تماما، لكن بتحصل حاجه غريبه ان انجستروم ده بيقدر يفتح بوابه كده وبيهرب منها. وبنعرف ان انجستروم عنده قوه خارقه نادره، وهي انه بيقدر ينتقل بين العوالم او الابعاد الموازيه. بس يا سيدي بيرجع بقى للعالم بتاعنا الاصلي، وبنشوف في العالم ده ان التوأم مولر محبوسين في السجن زي ما عرفنا في الموسم اللي فات، بس حاليا بقى بيتفتح عندهم بوابات فبيهربوا منها وبيلاقوا نفسهم راحوا للعالم المتدمر بتاع انجستروم.
وفوق ده كله بيلاقوا انجستروم نفسه في انتظارهم. انجستروم عرفهم دلوقتي ان الكون فيه عوالم موازيه كتير جدا، وفي كل عوالم المفروض ان نولان ومارك اتحدوا سوا واستولوا على كوكب الارض لصالح امبراطوريه فيلتروم، ما عدا بقى الكوكب بتاعهم. وبيعرفهم انجستروم انه عنده فكره عشان يصلح كل المشاكل دي، وبيعرفهم انه هيحتاجهم دلوقتي يساعدوه، فبيوافقوا طبعا يساعدوه. وقتها بيفتح انجستروم بوابات كده بتاخدهم هما الثلاثه للعالم الاصلي من جديد. وفي العالم الاصلي بقى بياخدهم انجستروم لمكان كده فيه اله ضخمه زي اله الاستنساخ بتاعت الاخوين مولر، فطبعا بينبهروا الاثنين من الاله وبيسالوه هو صنعها ليه. بياخدهم انجستروم لمكان كده فيه نسخ كتير جدا منه من عوالم موازيه كتير جدا، وبيعرفهم انجستروم ان دول نسخه من كل عوالم الموازيه، وكل النسخ دول ما عندهمش قوه انجستروم في الانتقال بين عوالم، لكن عندهم معرفه كبيره جدا بكل العوالم بتاعتهم. وبشكل عام يعني انجستروم بيعرف دلوقتي الاخوين مولر انه عاوزهم يستخدموا ذكائهم وعلمهم ويستنسخوا ذكريات وعلوم كل النسخ دي ويحطوها في دماغ انجستروم نفسه اللي بيقدر ينتقل بين العوالم. وانجستروم بدوره كده هيستخدم كل المعرفه دي عشان يوقف مارك ونولان في كل العوالم الموازيه اللي دمروها. لا مش بس كده، ده ممكن كمان بالمعرفه اللي هتوصل له دي يصنع عوالم موازيه بنفسه ما فيهاش نولان ومارك، وبكده كل المشاكل تتحل. وقتها بيقرروا الاخوين ينفذوا فكره انجستروم وبيفضلوا بقى يشتغلوا على الاله بتاعتهم. فبنسيبهم وبنروح لمارك بتاع العالم الاصلي. بنعرف ان مارك من وقت معركته مع ابوه وهروب ابوه من كوكب الارض وهو عايش في حاله وحشه جدا وبقى كئيب جدا، لكن على الرغم من كده بيحاول يساعد اي حد محتاج زي ما انت شايف كده دلوقتي. المهم ان مارك لما بيخلص بيروح بيته وبيقابل امه ديبي، واللي حالتها ما تفرقش كتير عن حالته، انها لسه حزينه بسبب اللي عمله نولان. عامة بيمشي مارك حاليا وبيروح مدرسته وبيقابل امبر صديقته، وبتفضل امبر تشجعه انه ينسى اللي فات ويركز في الدفاع عن العالم ضد الاشرار. بيوافق مارك على كلامها وبيروح يقابل سيسل لو تفتكره، وبيعرف سيسل دلوقتي انه عاوز يشتغل لحسابه، بس سيسل بيرفض لانه لسه مش واثق قوي فيه انه ممكن يطلع زي ابوه بالظبط. فمن الاخر كده بيقرر ما يشغلوش وبيسيبوا سيسل وبيمشي. بعدها راح سيسل لمقره واللي كان فيه دونالد، وانا عارف يا صديقي ان دونالد المفروض مات الموسم اللي فات لكنه اتعالج على فكره ورجع للحياه، وما تسالنيش ازاي. المهم ان دونالد حاليا كان بيراقب مكان كده، المفروض ان المكان ده فريق حراس الارض الجدد بيواجهوا فيه شرير خارق، وبيكون الشرير الخارق ده عملاق جدا وبيفضلوا الكل يحاربوه بكل قوه، سواء ريكس او روبوت او مونستر جيرل وغيرهم وغيرهم. وبعد معركه صعبه بيقدروا يخلصوا على العملاق ده، لكنه بيكون اتسبب في اضرار ضخمه وده بيضايق سيسل. فعطول بيروح سيسل يقابل الفرقه كلهم وبيعرفهم ان شغلهم اخر فتره مش عاجبه، وبالتالي هيعين عليهم قائد جديد. وبيجي القائد ده دلوقتي واللي بيكون امورتال نسخه العالم الاصلي هنا، لانه لما مات على ايد نولان رجعوه تاني للحياه. المهم دلوقتي بيعزل سيسل روبوت من قياده الفرقه، وبيضم كمان للفرقه بطل خارق قوي جدا اسمه بوليت بروف. وبس دي بقت فرقه حراس الارض. عامة بنسيبهم بقى وبنروح لديبي، لان ديبي يا صديقي بتروح بيتها حاليا فبتلاقي اولجا مستنياها. ولو مش فاكر اولجا فدي كانت مرات واحد من الابطال اللي قتلهم نولان اسمه جوزيف. المهم ان اولجا عرفت ديبي انها عرفت اللي عمله نولان وجايه دلوقتي تساندها، وبتدي اولجا لديبي كارت كده وبتعرفها انها لو محتاجه اي مساعده هتلاقيها من الكارت ده، وطبعا هنفهم قصدها ايه بالظبط قدام. تاني يوم بقى بيروح مارك المدرسه، وهناك بتجيله ايف وبتقعد ايف معاه. بيعرفها مارك انه متضايق لان سيسل مش عاوز يديله فرصه، فبتعرفه ايف ان سيسل ليه حق يشك فعلا، لكن ممكن عادي جدا يتكلم معاه تاني وتالت ورابع واكيد هيوافق في مره يشغله. بيوافق مارك وبيقرر يعمل كده. بمناسبه سيسل بنشوف حاليا ان هو ودونالد بيراقبوا المقر اللي فيه الاخوين مولر، وبيقرروا انهم يقتحموا المقر ده بحيث يعرفوا هما بيعملوا ايه بالظبط دلوقتي. بعد بشويه بيوصل مارك عند سيسل وبيطلب من سيسل تاني انه يشتغل معاه، فبيوافق سيسل اخيرا. بيقوم مارك دلوقتي انه يقتحم مقر الاخوين مولر ويعرف بيعملوا ايه بالظبط، فبيوافق مارك وبيمشي. بمناسبه الاخوين مولر فحاليا بيجيبوا انجستروم الاصلي وبيقعدوه في الاله بتاعتهم دي، وبيقعدوا كمان كل نسخه، وبيعرفوا انجستروم الاصلي انهم هينقلوا دلوقتي كل ذكرياتهم وعلمهم ليه، وبيحذروه انه يقلع الخوذه اللي لابسها خالص خالص اثناء التجربه، لان حرفيا الاله بتاعت الاستنساخ دي فيها طاقه كبيره جدا وممكن تنفجر. فبيوافق انجستروم وبيبداوا الاخوين مولر التجربه. بعد شويه بقى بيوصل لمكان مارك، وطبعا ما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل، لكنه بيبدا يتعارك مع الاخوين مولر بكل عنف وقوه عشان يوقفهم. وقتها بيفتح انجستروم الاصلي كام بوابه كده بيجوا منها نسخ من مولر من عوالم تانية، وبيفضلوا يساعدوا الاخوين مولر على هزيمه مارك، وبيفضلوا يضربوا في مارك وبيكونوا هيقتلوه، وده بيضايق انجستروم فبيامرهم يوقفوا، لكن محدش فيهم بيرضى يقف، فبيقرر انجستروم انه هيقلع الخوذه وينقذ مارك لانه مش عاوز حد يموت. المشكله بقى انه لما بيقلع الخوذه بوم بيحصل انفجار جامد جدا في المكان، وكل الموجودين بيموتوا حرفيا ما عدا مارك هو الوحيد اللي بيطلع من كل ده سليم، وطبعا بيكون متضايق ان كل الناس دول ماتوا. لكن على الرغم من كده بيعدي مارك الموقف وبيروح دلوقتي لصديقته امبر، وبيعرفوا حاليا انهم اتقابلوا هما الاثنين في نفس الجامعه، فبيفرحوا جدا. وبيسيب مارك امبر عشان يروح، وفي سكته بيجيله امورتال، وبيعرفوا امورتال انه مش واثق فيه وحاسس انه هيطلع زي ابوه بالظبط، وبالتالي هيراقبه الفتره الجايه وهيفضل حاطط عينه عليه، وبيودعه وبيمشي.
بنرجع بقى لمكان مقر مولر اللي انفجر، وبنشوف ان مولر بيطلع عايش على الرغم من ان نص جسمه ساح. وده مولر نسخة العالم الاصلي هنا. مهم ان مولر بيقرر يهرب من المكان، لكنه فجأة بيلاقي قدامه انجستروم الاصلي، وبيكون انجستروم شكله بقى مسخ حرفيا بسبب ان التجربة متمتش بنجاح، وبيكون انجستروم متجنن خالص، وبيعرف مولر انه هينتقم من مارك اشد انتقام على اللي عمله ده، وبيفتح دلوقتي بوابة وبيهرب منها البعد تاني، وهنعرف راح فين ولكن قدام. بعد كام يوم بقى من كل ده بنشوف ان ايف ويليام صاحب مارك لو تفتكروا، وكمان امبر في حفلة تخرجهم من الثانوية. اما مارك فبيتأخر عن الحفلة لان مارك يا سيدي في الوقت ده كان بيقاتل شخص مجنون كده اسمه الدكتور سايزميك. والعلم سايزميك سبق وشفناه في الموسم الاول، ومفروض انه دكتور في علم الزلازل وصنع قفازات كده بيلبسها وبيطلق منها الاهتزازات اللي بتعمل الزلازل وبيكون عاوز يدمر العالم. والعلم برضه المفروض ان مارك في الموسم الاول حاربه ورماه في حمم بركانية كده، بس سايزميك ما ماتش، بالعكس ده رجع دلوقتي من الحمم ومعاه كائنات نارية اتعرف عليهم هناك، وحاليا سايزميك والكائنات دول بيتحاربوا مع مارك. لكن على مين؟ مارك بيفضل يضربهم وبيقدر يتغلب عليهم وعلى دكتور سايزميك نفسه من تاني. ولما بيخلص مارك المطلوب بيروح دلوقتي حفلة التخرج. بعد الحفلة دي راح مارك وإيف وأمبر وويليام لبيت إيف اللي في الغابة وفضلوا يحتفلوا هناك. وبعد الحفلة بتروح إيف لمبنى متدمر، فبتبدأ إيف تستخدم قوتها وتحكمها في المواد وتصلح المبنى ده. ومش بس كده، لا دي إيف كمان بتبني زي منتزه كده عشان كل أهل المنطقة يزوروه. وبنعرف إن إيف خلاص بطلت تحارب أي أشرار خارقين وتفرغت خلاص لمساعدة الناس زي ما أنت شايف كده. المهم بعد شوية بتروح إيف تقعد مع أمها بيتسي، وبنعرف إن إيف زعلانة من أمها بيتسي وأبوها آدم وسايباهم وعايشة لوحدها. بس النهاردة بيتسي استدعت إيف عشان تعرفها إن أبوها محله اتدمر في المعركة اللي كانت بين مارك ونولان، وحاليا حرفيا مش لاقيين ياكلوا. طبعا بتزعل إيف على عائلتها وبتستخدم قدراتها وبتحول لهم بعض المواد لأكل عشان البيت. وبيوصل على فكرة دلوقتي آدم أبو إيف، فإيف بتحول له مادة معينة كده لذهب وبتديها له عشان يبيعها ويبدأ من جديد. بس آدم بيرفض ياخد أي حاجة من إيف، فبتسيب إيف كل حاجة وبتمشي. تاني يوم بتلاقي إيف إن أبوها خرج الأكل والذهب اللي عملته ليه بره البيت عشان مش هياخد أي حاجة منها، فبتدخل إيف تتكلم معاه، فبيعرفها أبوها إنه مش عاوز أي حصل منها بل عاوزة ترجع تعيش معاه زي زمان. وبيعرفها آدم كمان إن قوتها بتضر الناس، وبيوريها المنتزه اللي هي عملته كان فيه مواد ملوثة وفي ناس ماتوا بسببه. تزعل إيف وبتتأثر جدا ولسه منعرفش ناوية تعمل إيه. أما مارك على الناحية التانية فكان قاعد دلوقتي مع أمه ديبي، وحنين اتخانقوا سوا بدون أي سبب كده لأن الاتنين أعصابهم تعبانة من وقت اللي نولان عمله. المهم إن حاليا جت مهمة لمارك من سيسل، فساب مارك أمه وراح يشوف فيه إيه. بتكون مهمة مارك في مدينة ملعونة اسمها ميد نايت سيتي، والمدينة دي في ساحر لعنها وخلاها ليل دايما. المهم ان مارك كان جاي يقبض على بطل خارق اسمه نايت بوي، ونايت بوي ده كان مساعد دارك وينج اللي كان من فرقة الحراس. وبعد موت دارك وينج على ايد نولان مع باقي فرقة الحراس، نايت بوي اتجنن وبيجيب دلوقتي الناس في المدينة هنا ويقتلهم. بس يعني مارك بيتعارك معاه وحاليا بيقدر يقبض عليه. في نفس الوقت ده بنشوف ان ديبي بتروح تقابل سيسل عشان تطلب منه انه ما يقربش لابنها ويسيبه في حاله بحيث ما يموتش او تحصل له اي مشاكل. لكن سيسل بيعرفها ان مارك هو اللي طلب بنفسه يشتغل معاه. في اللحظه دي بتحبط ديبي وبتكون ماشيه، وبالصدفه بتشوف دونالد مساعد سيسل، ومش بتكون فاهمه هو عايش ازاي بعد ما نولان اصلا قتله. فبتسال سيسل، بس سيسل بيلغوش على الموضوع وبيمشي ديبي. بعدها بنشوف مارك قاعد دلوقتي مع امبر، بس بتجيله مهمه من سيسل، فبيروح مارك يقابل سيسل. وبيعرفوا سيسل حاليا ان في مملكه اسمهم مملكه اتلانتس عايشين تحت الميه، وملك المملكه دي كان من فرقه حراس الارض اللي نولان قتلهم، وحاليا مملكة اتلانتس عايزين مارك ينزل لهم تحت المية بحيث يحاكموه على اللي ابوه عمله، او هيعملوا فيضان قوي جدا ويدمروا مدن كتير في العالم. طبعا بيقلق مارك وبيقرر ينزل تحت المية يتحاكم. وحاليا بيجوا ناس من مملكة اتلانتس وبيكونوا عبارة عن سمك، وبياخدوا مارك لمملكة اتلانتس. وهناك بيتكلم مارك مع ارملة الملك واللي تبقى سمكة برضه، وبيسألها مارك هتحاكمه ازاي. فبتعرفوا الملكة انه هيحارب وحش قوي جدا في معركة حتى الموت، وهو ده جزاء اللي عمله نولان في الملك. طبعا بيتصدم مارك لكنه بيوافق على كلام الملك، وبيجي الوحش الضخم ده وبيبدا يتعارك مع مارك. ومن كتر ما الوحش ده خطير جدا يا صديقي بيكونوا سكان اهل اتلانتس رابطينه بحيث ما ياخدش حريته قوي ويدمر المملكه. المهم ان مارك بيفضل يتعارك معاه بكل قوه، لكن الوحش بيكون اقوى منه وحرفيا بيبهدل مارك. وبالتالي بيتواصل مارك مع سيسل وبيطلب منه يساعده، فبيضرب سيسل صواريخ على المكان وبيقدر مارك يهرب من الوحش. بس المشكله ان الوحش بيتحرر من السلاسل اللي رابطاه، وبيكون هيهاجم المملكه ويقتل الملكه، ودي حاجة مش بيرضى بيها مارك. فبالتالي بيتعارك مع الوحش تاني وبيقدر يهزمه وبينقذ الملكة والمملكة. بعد كده بنشوف مارك على الشاطئ وبيكون مصاب بشكل مش طبيعي من المعركة الأخيرة، فبيفقد الوعي. على الناحية التانية بنشوف بقى مارك أو نسخة مارك، لسه مش متأكدين الصراحة، لكنه بيكون مخطوف في مكان سري كده، وبيكون اللي خطفه الأخ انجستروم. وحاليا جم ناس للمكان ده وثبتوا انجستروم، فعرفهم انجستروم انه مش جاي يأذيهم بل جاب لهم دلوقتي الشخص اللي دمر عالمهم عشان ياخدوا حقهم منه، وبيسيب المكان وبيمشي. دلوقتي بقى بنهدى شويه يا صديقي وبنروح لشخص كده اسمه راس. راس ده يا سيدي بيكون رائد فضاء كده، لكن مش اي رائد فضاء،
لان الناس ده كان من رواد الفضاء اللي راحوا المريخ الموسم اللي فات، وعرفنا ان في كائن اسمه السكويد ارتبط بيه وما نعرفش عمل له ايه. المهم ان حاليا كان مدير راس بيساله اسئله عاديه، بس راس بيكون غريب جدا وبيفضل يقول كلام غريب للمدير وبيسيبه بيدخل الحمام. وفي الحمام بقى بنشوف ان راس بيتحول وبيكون شبه شعب المريخ، وهنا بقى بنعرف ان ده مش رائد الفضاء ولا السكويد ارتبط بيه ولا حاجه، لكنه اصلا واحد من شعب المريخ بيقدر يغير شكله وخد شكل الرائد راس وعاشين على الارض. وعلى فكره برضه بنشوف في نفس الوقت ده على المريخ موجود رائد الفضاء راس الاصلي، وبتكون كائنات السكويد مسيطره عليه، وحرفيا بتكون في حرب مع سكان الكوكب نفسهم، لان زي ما احنا عارفين من الموسم اللي فات كائنات السكويد كائنات قويه جدا، ولو ارتبطت باي كائن حي ممكن تحوله لوحش قوي يدمروا بيه كواكب العالم كلها. المهم بنرجع تاني دلوقتي للمريخي واللي واخد هيئه راس، واللي حاليا بيجي له مديره في الشغل وبيعرفه انه بقى غريب جدا من وقت ما رجع من المريخ، وعشان كده هياخد اجازه اسبوع عشان يريح، فبيوافق راس وبيمشي. بعدها بنشوف راس قاعد في بيته وبيتفرج على التلفزيون عشان يتعلم يكون زي البشر بالظبط. الفكره هنا انه بيشوف دلوقتي ان كان في بطل خارق على الارض اسمه المريخي، وكان من ضمن فرقه حراس الارض اللي اتقتلوا، فبيفرح راس وبيقرر يبقى بطل خارق زيه هنا على الارض. بعد شويه بنشوف ان عصابه السحالي بيكونوا بيحاولوا يدمروا مكان كده، بيجوا فريق الحراس بتوع الارض بقياده مورتال عشان يحاربوه، لكنه بمجرد وصولهم بيتفاجئوا ان في بطل خارق في المكان واخد هيئه راكس، وحاليا بيغير الشخص ده هيئته وبيكون راس المريخي. لكن طبعا راس مش بيعرفهم انه مريخي، ما بيعرفهم ان بطل خارق اسمه شايب سميث وعايز ينضم له، بس مش بيلحق يخلص كلامه معاهم لان بيجي دلوقتي واحد من عصابه السحالي وبيضربه. فعلى طول بيتعاركوا الفرقه مع عصابه السحالي وبيخلصوا عليهم بشكل سهل جدا لانهم عصابه مش قوي يعني. المهم ان بعد كده بيرجعوا الفرقه لمقرهم ومعاهم راس، وبيعرفهم راس ان بطل خارق بيقدر يغير شكله لاي هيئه هو عاوزها وعاوز ينضم ليهم، بس يعني محدش بيوافق دلوقتي ولا بيديله قرار معين. في نفس الوقت ده في مقر عصابه السحالي بنشوف ان قائدهم عمال يهزقهم لانهم خسروا من فرقه الحراس، بس مش بيلحق القائد يكمل كلامه لان بيجي حد وبيقتله، وبيكون الحد ده هو واحد من العصابه اسمه كينج ليزرد، وبيعرف الكل دلوقتي انه قائد الجماعه الجديد وهيخليهم اقوياء اكتر ما هم حاليا عشان يدمروا فرقه الحراس. ولسه بقى يا صديقي ما نعرفش كينج ليزرد ده ناوي يعمل ايه بالظبط. في المهم دلوقتي بنسيب كل ده وبنرجع للماضي عشان نعرف قصه مهمه جدا، الا وهي قصه الين. لو مش فاكر مين الين، فده الفضائي اللي قابل مارك قبل كده وتعرفنا عليه الموسم اللي فات. المهم اننا بنعرف دلوقتي ان الين ده من كوكب اسمه كوكب يونوبا، وكوكب يونوبا ده كوكب مسالم جدا وكان كوكب متقدم، بس كل ده اتغير لما وصلوا شعب الفيلتروم للكوكب، وحرفيا في ظرف كام اسبوع كانوا احتلوا الكوكب بالكامل واستعبدوا شعبه. بس شعب يونوبا ما استسلموش وفضلوا يبحثوا ويدوروا لحد ما قدروا يصنعوا سلاح كده بيطلق الطاقه الصفريه، واللي كانوا فاكرين انها هتقتل شعب الفيلتروم، وفعلا هجموا على شعب الفيلتروم بالطاقه الصفريه، لكن للاسف ما اثرش فيهم خالص، ودخل شعب الفيلتروم يتجننوا وحرفيا يعملوا مجزره ويقتلوا كل اهل كوكب يونوبا، ما عدا مجموعه صغيره قدروا يهربوا، والمجموعه اللي هربوا دول بداوا يصنعوا معامل التناسل السريع، وحرفيا كانوا بينتجوا اطفال من دمهم باعداد مهوله عشان يعوضوا الخسائر اللي تعرضوا لها. وبسبب شجاعه شعب اليونوبا وكمان علمهم الكبير لفتوا انتباه تحالف الكواكب، وتحالف الكواكب ده يبقى تحالف بين مجموعه من الكواكب اللي تعرضوا لهجوم الفيلتروم وخسروا كواكبهم، وحاليا كلهم مستقرين في كوكب اسمه كوكب تاليسكيرا، وزعيمهم اسمه ساديوس. ساديوس ده بقى استدعى زعيم اليونوبا واللي كان اسمه مارفن، ودعاه للانضمام لتحالف الكواكب بحيث يكونوا جيش قوي ويحاربوا الفيلتروم. فوافق طبعا مارفن، وعرف ساديوس انه شغال مع شعبه على انتاج اطفال كتير جدا من دمهم بكميات مهوله عشان يزودوا عددهم في وقت صغير. وعرف مارفن الكل انهم بيحاولوا يصنعوا طفل يكون بقدرات خاصه ويهزم الفيلترون، وفعلا قدروا يصنعوا الطفل ده واللي كان الين. وبس من يوم ما الين اتولد وكان هدفه انه يدمر شعب الفيلترون، عشان كده على مدار حياته فضل يتدرب ويتدرب لحد ما بقى جاهز فرح عشان يواجه الناس من الفيلترون على امل انه يقضي عليهم، لكن للاسف قوته كانت اضعف منهم بكتير وقدروا يهزموه، وبكده انتهت مهمه الين انه يكون مدمر الفيلترون. بس اتعين بعد كده لمهمة جديدة، وهي انه يلف على كل الكواكب بتاعت الكون ويحارب ابطال منهم لحد ما بطل منهم يقدر يهزمه، والبطل ده هيكون هو منقذ الكواكب كلها والكون ومدمر شعب الفيلتروم. فبالصدفة بقى وصل الين لكوكب الارض في مرة في الموسم الاول لو تفتكر، وتعرف على مارك وعرف حكايته بالكامل، وحاليا بقى بيرجع الين لكوكب تاليسكيرا وبيقابل زعيم تحالف الكواكب ساديوس وكمان النواب بتوعه. بيعرف دلوقتي ساديوس والكل انه قدر يوصل لبطل خارق اسمه مارك او انفينسيبل، المفروض ان نصه فيلتروم ونصه بشري، وطبعا ده هيكون سلاح قوي في ايدهم ضد شعب الفيلتروم. وقتها الكل اتفاجئوا بكلام الين وقرروا يفكروا طبعا في الموضوع ده. اما الين فراح دلوقتي قابل الجنرال تيليا واللي تبقى زوجته، وكانوا هيمشوا سوا دلوقتي، بس جه ساديوس واتكلم مع الين على انفراد، وعرف ساديوس الين انه شاكك ان بينهم جاسوس بيشتغل لمصلحه الفيلتروم ولازم يبحث عنه، فبيقرر الين يعمل كده. بس حاليا راح مع تيليا مراته المطعم وفضلوا يتكلموا سوا، واثناء ما كانوا بيتكلموا هوب بيحصل انفجار ضخم في المكان وفي حد بيخطف الين وبيهرب.
بعد كده بيشوف ان اللي خطف ايلين هو واحد من الفيلتروم، وبياخدوا الشخص ده الاثنين كمان من الفيلتروم، وحاليا التلاتة اتكلموا مع ايلين وعرفوا انهم عرفوا ان في واحد منهم راح لاحد الكواكب واتجوز وخلف، وبيكونوا دلوقتي عاوزين يعرفوا مين من الفيلتروم بالظبط اللي راح وعمل كده ومين ابنه بالظبط عشان يوصلوا له. وده اتصدم ايلين انهم عرفوا المعلومات دي كلها واتاكد ان بجد في بينهم جاسوس، لكن ايلين دلوقتي التزم الصمت وما قالش اي حاجه. وفي مشهد دموي بيفضلوا الثلاثه اللي من الفيلتروم يضربوا ايلين بكل قوه، وللاسف بيقطعوا له دراعه وبيقتلوه بطريقه بشعه، وبيسيبوه في الفضاء وبيمشوا. بعد اللي حصل ده بنشوف ان ايلين اتنقل للمستشفى على كوكبه وكانت تيليا معاه، لكن جالها بعد كده ساديوس وفضل يقاسيها وعرفها انه هيقعد معاه هنا فمشيت تيليا. وهنا بتحصل حاجه غريبه، لان ساديوس يا صديقي بيقفل الاجهزه اللي عليها ايلين فبيموت. ليه ساديوس عمل كده؟ لسه ما نعرفش، بس غالبا ساديوس هو جاسوس الفيلتروم، وطبعا هنتاكد من كده قدام. في نفس الوقت ده ولكن على كوكب الارض بنشوف ان ديبي بتوصل مارك الجامعه، لان خلاص الدراسه بدات، وبتودعه دلوقتي ديبي بكل حب لان دي اول مره هيبعد عنها، وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بتتواصل ديبي مع رقم كان في الكارت اللي خدته من اولجا لو تفتكر، وبترد على ديبي دلوقتي واحده اسمها كارول، وبتكون كارول عارفه باللي حصل مع ديبي وموضوع ان جوزها طلع شرير زي ما شفنا قبل كده. المهم ان كارول بتعرف ديبي انها هتساعدها تتخطى المحنه دي، وبتطلب منها تقابلها في مكان معين كده. فبتروح ديبي للمكان ده وبتقابل كارول، وبتعرف دلوقتي ان المكان ده عباره عن اجتماع بيتعمل لازواج الابطال الخارقين اللي ماتوا بحيث يشاركوا همومهم سوا. المهم ان بعد الاجتماع ده بتتعرف ديبي على واحد من المحاضرين، وبيروحوا سوا الحانة وبيتكلموا سوا. فبتعرف ديبي ان الراجل ده يبقى جوز بطله خارقه اسمها جرين جوست، وجرين جوست دي ماتت على ايد نولان. طبعا بتتصدم ديبي وبتسيب الراجل ده وبتخرج من الحانة وبتفضل تعيط. بيجي لها الراجل ده وبيسالها مالها، بتعرفوا ديبي انها مرات نولان اللي قتل مراته، وانها حاسه بالذنب جدا انها اتجوزت شخص زي ده. وده الراجل ده بيتعصب من ديبي وبينصحها ما تجيش الاجتماع تاني والا ممكن يخلص عليها، وبيسيبها وبيمشي. مارك بقى يا سيدي وهو قاعد دلوقتي في الجامعه عادي، فجاه بيلاقي بطل خارق على شكل كلب جاي له الجامعه. فبيستغرب مارك مين الكلب الخارق ده، لكنه مش بيفرق معاه وبيفضل يتقاتل معاه لانه بيفتكره جاي يقتله. بس الكلب الخارق ده بيهدي مارك وبيغير هيئته، وبيطلع انه اصلا كائن فضائي مش كلب ولا حاجه، وبيقدر بس يغير شكله. والغبي كان مغير شكله الكلب خارق لانه كان فاكر ان ده هيهدي مارك في التعامل معاه. عامه بعيدا عن الضحك ده، الكائن الفضائي ده عرف مارك انه من كوكب معين كده وسمع عنه، وجاله دلوقتي يطلب مساعدته لان كوكبه هيتدمر بسبب النازك وكل اللي فيه هيموتوا. وقتها الفضائي بيصعب على مارك فبيقرر يروح معاه كوكبه عشان يساعده. وبالفعل بيروح مارك مع الفضائي ده للكوكب بتاعه، واللي بيكون كوكب جميل جدا ما فيهوش اي مشاكل خالص. وده بيخلي مارك يستغرب، فبيسال الفضائي اللي معاه امال فين النازك وكل الكلام اللي انت بتقوله. فبيعرفه الفضائي انه هيقابل ملك الكوكب وهيعرفه كل حاجه، وبيودي بعد كده الفضائي للملك فعلا، واللي بيطلع اخر حد ممكن نتوقعه لانه بيكون نولان ابو مارك. ولاول ما بيشوف مارك دلوقتي بيتصدم وبيتسمر مكانه. قبل ما اقول لك بقى عملوا ايه، هنروح في رحله صغيره للماضي عشان نعرف نولان وصل هنا ازاي. بنشوف يا سيدي ان نولان بعد ما اتعارك مع مارك وكان هيقتله ما قدرش يعمل كده، وساب كوكب الارض وراح الفضاء. او حرفيا من وقتها كان نولان عايش في حزن شديد، حزن على ابنه اللي خسره، وكمان على مكانته في كوكبه اللي اتهزت، لان خلاص هو مش هينفع يرجع للكوكب بتاعه ويعرفهم انه فشل في المهمه بتاعته. وبالتالي نولان كان ناوي يقتل نفسه، لكنه بالصدفه شاف سفينه فضائيه بتتدمر. السفينه دي كان عليها ملكه الكوكب اللي هو عايش فيه حاليا. فالمهم يعني ان نولان انقذ الملكه دي وسفينتها ورجعها لكوكبها، وكان هيمشي بس شعب الكوكب عرضوا عليه يعيش معهم، فعاش نولان معاهم املا في بدايه جديده. وهنا بقى بتنتهي رحله الماضي، وبنرجع لنولان لما بيقابل مارك. نولان دلوقتي عرف مارك انه اتغير وانه عايش دلوقتي مع الشعب ده كواحد منهم، وهم اللي عرضوا عليه يكون ملكهم. وعرف دلوقتي نولان مارك انه عاوز مساعدته في حاجه كده، لكن مارك موافقش وكان هيسيب المكان ويمشي، بس نولان طار وراه واقنعه يقعد ويوري له حاجه. فقعد مارك فعلا وخدوا نولان لعند ملكه الفضائيين دول واللي اسمها اندريسا، وبيعرف نولان مارك دلوقتي انه اتجوز اندريسا وكمان خلف منها. بس المشكله الوحيده بقى ان شعب نولان عرفوا باللي عمله، واكيد هيجوا دلوقتي يبيدوا الشعب ده كله، ده غير انهم هيقتلوا الملكه وابنها اللي هو اخو مارك لانه مولود من الفضائيين دول، واللي هم كائنات ادنى من شعب الفيلتروم. ويطلب نولان من مارك يقعد معاه هنا عشان يتصدوا للفيلتروم اللي هيجوا اكيد يدمروا الكوكب ده. في اللحظه دي غصب عنه وافق مارك وهو متضايق، ولكن بس عشان ينقذ اهل الكوكب واخوه. بعد شويه بقى بيوصلوا ثلاثه من الفيلتروم عشان يدمروا الكوكب، وعارفين هم كافرين يدمروا الكوكب. فبسرعه بياخد مارك اندريسا واخوه بحيث يحميهم، وبيروح يخبيهم في مكان امن كده، لكن واحد من الفيلتروم بيوصل عندهم وبيفضل يتحارب مع مارك، وبيكون قوي بشكل مش طبيعي وهيخلص عليه، بس بيجي نولان وبيقتله، وبياخد مارك بعد كده عشان يحاربوا الاثنين التانيين، واللي بيكون راجل وست من الفيلتروم. فبيتحارب نولان مع الراجل، اما مارك فبيفضل يتقاتل مع الست، واللي بتكون قويه جدا برضه وبتقدر تسيب مارك كتير جدا، وحرفيا بتكون خلاص هتضربه ضربه مميته، لكن نولان بيقدر يقتل اللي بيحاربه ده وبيخلص على دي كمان. ولسه هياخد نفسه مش بيلحق، لان اول واحد قتله نولان بيطلع ما ماتش وبيجي وبيسيب نولان، وبيبعت بعد كده رساله لشعب الفيلتروم ان المهمه تمت، بعدها بيقع ميت هو كمان.
وكل ده ومارك مصاب ومش قادر يتحرك. بعد فترة بيوصلوا الناس من الفلترون المكان وبياخدوا نولان اللي مصاب وبينازع الموت، اما مارك فبيجيله شخص اسمه كريج. كريج عرف مارك انه امبراطور الفلتروم وانه حاليا خد نولان عشان يقدمه في كوكبهم، وبيامر كريج مارك انه يروح الارض ويستولي عليها زي ابوه بالظبط ما كان هيعمل، او هيجوا الفلتروم وهيقتلوا كل اللي على الارض. وبيسيب كريج مارك مصدوم وبيمشي. في الارض بقى بنشوف ان مولر اللي لسه عايش بيعمل نسخه من نفسه كالعاده، وبيقرر مولر انه هيصنع نسخ كتير من نفسه ويكون جيش. بس المشكله ان واحده من النسخ اللي صنعها مولر بيجيب له دلوقتي اكل كده، ولما بياكله مولر بيبدا يتعب، فبيعرفوا النسخه دلوقتي انه حاط له سم عشان يموت، وبيموت مولر فعلا قدامه. ودلوقتي بقى بيقرر النسخه دي يصنع نسخ كتير من نفسه ويبقى هو سيدهم مش مولر الاصلي. في الاثناء دي ولكن في مكان تاني بنشوف ان ديبي بتستدعي سيسل، وبتدي لسيسل كتاب كده كان من تاليف نولان، والمفروض يعني انها بتاخد فلوس من مبيعات الكتب دي. بس ديبي يعني بتعرف سيسل انها عايزه تتخلص من الكتب دي ومش عايزه اي فلوس منها تاني عشان ما يفضلش مسيطر عليها هي وابنها بسبب الفلوس دي، ويقدروا بعد كده يبداوا من جديد. فبيوافق سيسل على كلامها وبيمشي. على الناحيه التانيه بنشوف ان دولاند مساعد سيسل بيكون ما يعرفش اي حاجه عن اللي حصلت زمان، ولا انه مات على ايد نولان ولا اي حاجه من الكلام ده. فبالتالي بيقدر يوصل حاليا لتسجيلات الكاميرات بتاعت المراقبه في اليوم اللي قتلوا نولان فيه، وبيشوف دلوقتي دونالد نفسه وهو بيموت، وبيعرف دلوقتي ان سيسل اكيد رجعله الحياه بشكل ما ومسح من ذاكرته موضوع انه اتقتل، وبيقرر دونالد انه مش هيعدي الموضوع ده على خير. اما ايفي صديقي فبنشوف انها بتقرر ترجع تحارب الاشرار من تاني، وفي مره كانت في مقر حراس الارض ولقيت موجود في المكان شرير خارق بيسرق كده سلاح من الاسلحه اللي بيخترعها روبوت. فبتتعارك ايف معاه معركه قويه جدا جدا، وبعد عناء كبير بتقدر ايف تخلص عليه، ومن اللحظه دي بترجع ايف من تاني تحارب الاشرار. على الجانب الاخر بنشوف ان مارك لسه في كوكب الفضائيين ومصاب، لكن بيجوا اتنين من الفضائيين وبياخدوه للملكه وبيقرروا يعالجوه. وبعد فتره مش طويله قوي من كل ده بنشوف ان مارك استرد صحته وبيساعد اهل الكوكب في بناء كوكبهم. بعدها بتيجي الملكه تقابل مارك وبتعرفوا انهم صلحوا السفينه الفضائيه بحيث يرجع كوكبه، وبتعرفوا الملكه كمان انها عايزه تطلب منه طلب، وهو انه ياخد اخوه معاه للارض ويربيه هناك عشان يكون في امان، لان الفضائيين اللي هنا وللملكه منهم المفروض ان اعمارهم قصيره جدا، وبعد فتره بسيطه جدا هتموت الملكه وهتسيب ابنها واللي طبعا عمره طويل لانه ابن نولان ومن الفلتروم. بيقرر مارك فعلا ياخد اخوه رغم ان اخوه لونه ارجواني وشكله غريب انه يتربى على الارض، بس يعني بيقرر مارك برضه يربيه. وفعلا بيرجع مارك للارض، واول حاجه بيعملها انه بيروح لامه وبيديها الطفل اخوه وبيعرفها بقى كل حاجه من اولها لاخرها. وقتها بتتصدم ديبي، لكنها بتقرر برضه تربي الطفل الغلبان ده اللي مالوش ذنب في حاجه. وبكده بيطمن مارك وبيرجع لجامعته من جديد. وفي الجامعه بقى بيجيله سيسل وبيعرفه انه بيراقب بيت امه وعارف موضوع اخوه الفضائي ده، وهيبعت طبعا فريق عشان خاطر ياخد الولد ده يتربى في مركز خاص من اللي بيديرهم سيسل. بس مارك بيرفض كل الكلام ده وبيعرف سيسل ان اخوها هيتربى معاه غصب عنه، وبيسيبه مارك وبيمشي. بعد كام يوم من كل ده بنشوف ان سيسل بيروح لمقر حراس الارض وبيعرفهم حاجه خطيره جدا، وهي ان في سفينه فضائيه غريبه جايه من المريخ باتجاه الارض. وقتها بقى راس المريخي بيخاف وبيقرر يعرف الكل الحياه بتاعته. راس عرفهم انه من شعب المريخ وانه كان عايش مع شعبه في سلام، ومعهم كمان كائنات السكويد واللي بتفشل دايما انها تتصل معاهم وتتحكم فيهم، وبالتالي عايشين معاهم بدون اي مشاكل. بس المشاكل بدات لما رواد الفضاء بتوع الارض وصلوا لكوكب المريخ زي ما شفنا الموسم اللي فات. وقتها راس قتل رائد الفضاء اللي خد هيئته وجه يعيشين على الارض. المشكله بقى ان اكيد كائنات السكويد ارتبطوا برائد الفضاء ده وكونوا منه وحش عملاق، وقدروا وقتها يسيطروا على شعب المريخ وجايين حاليا على الارض عشان يحتلوا كوكب الارض ويتحكموا في كل البشر. في اللحظه دي اترعبوا الكل من كل الكلام ده، وقرروا انهم لازم يروحوا للسفينه الفضائيه دي ويوقفوها قبل ما تيجي للارض. وبيقرر سيسل كمان ان اللي يشاركوا في المهمه دي هم روبوت ومونستر جيرل وامورتال وايف ومارك وبوليت بروف وبلاك سيمبسون، اما ريكس ودوبليكيت وري هيفضلوا في الارض عشان يحموها. ولو مش فاكر ري يا صديقي، فري دي البطله الخارقه اللي بتقدر تصغر وتكبر حجمها. في المجمل دلوقتي بيروح ريكس لايف وبيقنعها تنضم للمهمه دي، فبتوافق ايف. اما سيسل فبيروح لمارك البيت وبيعرفه انه عايزه في المهمه دي عشان يحاربوا السكويد، فبيوافق مارك برضه. وعلى طول بينطلق مارك وباقي الفرقه للفضاء وبيوصلوا عند السفينه الفضائيه بتاعت السكويد، وهما بيوصلوا بيضربوهم السكويد بصاروخ وبيدمروا المركبه الفضائيه. بس ايف بتقدر تصنع زي درع كده وبتدخل جواه كل الفرقه عشان محدش يتاثر من الفضاء. بتستخدم ايف قوتها مره تانية وبتدخلهم كلهم للسفينه الفضائيه بتاعت السكويد، وهما بيوصلوا وبيتقابلوا مع شعب المريخ اللي السكويد حابسينهم في السفينه. فهما بيشوفوا المريخيين راس بيهزقوه لانه طبعا سبب كل اللي حصل ده. عامه حاليا بيشوف بولت بروف واحد من السكويد فبيقتله، ودي بتكون مشكله لان باقي السكويد بيعرفوا بوجودهم وبيجي لهم حرفيا بالملايين، وبيكون السكويد دول مسيطرين على رائد الفضاء اللي قتلوا راس قبل كده وبتحكموا فيه وعارفين باستخدامه يصنعوا وحش كبير جدا
مكون منهم، وبيفضلوا سكويد يحاربوا ماركو والكل وبيقدروا يحاصروهم، ودي بتكون مشكله لان السكويد ممكن بكده يسيطروا على اي حد فيهم كمان. فبتصنع ايف زي درع كده بيحميهم كلهم عشان السكويد ما يسيطروش على اي حد فيهم. وبيقرر بقى روبوت يصنع من بدلته الحديديه زي قنبله يقتل بيها كل سكويد، لكنه مش بيلحق لان ايف بتنهار والدرع كمان بينهار، وبكده بيكونوا كل متحاصرين من السكويد وما نعرفش هيعملوا معاهم ايه. في الاثناء دي ولكن على كوكب الارض بنشوف ان دونالد بيروح لسيسل وبيساله هو عمل فيه ايه وازاي رجعه للحياه. بياخدوا سيسل لمكان سري كده في المقر وبيوريله في المكان ده هيكل عظمي من الحديد، او تقدر تقول انسان آلي. بيعرف سيسل دونالد ان لما نولان قتله قبل كده شالوا كل عظمه وكل جسمه حرفيا واستبدلوه بانسان آلي، وطبعا عملوا له جلد جديد عشان يبقى شبه البشر بالظبط، وركبوا فيه مخ دونالد لانه ما اتدمرش في الانفجار، وبكده بقى كانه دونالد بالظبط. طبعا اتصدم دونالد انه حرفيا اصبح انسان آلي، لكن سيسل بيعرفه انه لسه عايش وبقى اقوى على فكره من الاول، فمفيش حاجه تزعله، وبيسيبوا سيسل دلوقتي وبيمشي. على الناحية التانية بنشوف ان عصابة السحالي بيقتحموا معسكر تبع الجيش وبيقدروا يستولوا عليه، وبيكون على راسهم القائد بتاعهم كينج ليزرد، وبيكون معاه كمان جنود كتير جدا وكمان 3 ابطال خارقين. بعد شوية بتوصل الاخبار لسيسل، فبيستدعي ري ودوبليكيت وريكس بحيث يحاربوهم، وبيروحوا دلوقتي ريكس ودوبليكيت وري المعسكر وبيدخلوا في معركة قوية مع الابطال الخارقين اللي مع كينج ليزرد، وبيكون الابطال دول اقوياء بشكل مش طبيعي، وواحد فيهم بيتعارك مع دوبليكيت وبيفضل يقتل كل نسخة، وبتفضل دوبليكيت تصنع من نسخها اكتر واكتر عشان تحارب، لكنه بيفضل يقتل كل النسخ دي بكل دمويه، وبيقدر يوصل لاخر نسختين، وقبل ما دوبليكيت تصنع نسخ تاني منها بيخلص عليها وبتموت دوبليكيت. طبعا بيكون ريكس وري مصدومين، فوقتها بقى ري بتصغر نفسها وبتدخل جوه دماغ واحد من الابطال وبتفجرها حرفيا فبيموت. بعد كده تدخل ري جوه الشخص اللي قتل دوبليكيت، لكنها مش بتقدر عليه وبيقدر ياكلها حرفيا وهي جوه جسمه فبتموت. اما ريكس لما بيشوف كده بيفضل يتعارك مع الراجل ده وواحده تانيه كانت معاه، وبيقدر ريكس يعمل معجزه وبيخلص على الاثنين، ورغم ان في المعركه دي ايده اتقطعت لكنه قدر يخلص على الاثنين. قبل ما ياخد نفسه بيجي له حاليا كينج ليزرد وبيثبته بمسدس، وما نعرفش هيقتله هو كمان ولا ايه. على الناحيه التانيه في كوكب تحالف الكواكب بنشوف ان ايلين بيفوق وبيرجع للحياه، وبيكون ايلين اقوى من الاول بكتير وبشكل مش مفهوم، بس بنفهم كل حاجه لما بيوصل ساديوس. ساديوس عرف ايلين انه فصل عنه اجهزه الانعاش وسابه صارع الموت، وفعلا صارع الموت لكنه قدر يتغلب عليه ويرجع للحياه من تاني ويبقى اقوى. حاليا بقى عرف ساديوس ايلين مفاجاه جامده جدا، الا وهي ان ساديوس من الفيلتروم، لكنه منقلب عليهم وبيحاربهم. وبيعرف ساديوس دلوقتي ايلين انه كان فاكر نفسه الفيلتروم الوحيد اللي بيحارب شعبه، لكنه اتفاجئ ان في واحد من الفيلتروم كمان اللي هو مارك قرر يحارب برضه محاربين الفيلتروم. وبيعرف ساديوس دلوقتي ايلين انه حاليا اقوى من الاول بكتير ويقدر يحارب الفيلتروم بسهوله لو قابلهم. وبيطلب ساديوس دلوقتي منه انه يقوم بمهمه، وهي انه يروح لكوكب الارض ويجيب مارك عشان يتحاربوا كلهم مع الفيلتروم ويهزموه. بيوافق ايلين وبيقرر يقوم بالمهمه دي. بنرجع مره تانية لمارك والفرقه، واللي رغم ان ايف كانت غايبه عن الوعي ومفيش حد يحميهم من السكويد، لانهم بيفضلوا يحاربوا السكويد بكل قوه لحد ما بيقدر روبوت يصنع القنبله اللي بيقول عليها، وبيضرب القنبله دي في السكويد فبيبعدوا عن رائد الفضاء اللي كانوا مسيطرين عليه، وبكده بيضعفوا جدا. ورائد الفضاء ده بيكون عايش، فبياخدوا الفرقه دلوقتي وبيهربوا من المكان قبل ما السكويد يسيطروا على حد فيهم تاني. واثناء ما كانوا بيهربوا بيعدوا على شعب المريخ المحبوسين هنا في السفينه الفضائيه، وبيكونوا شعب المريخ عايزين ياخدوا راس المريخي بحيث يعني يحاكموه على اللي عمله، بس مارك والكل مش بيرضوا بكده وبياخدوا راس حاليا وبيهربوا من المكان. وبيلحقوهم طبعا شعب المريخ بسفن فضائيه، لكن مارك بيهاجم السفن دي كلها وبيدمرها، وبيرجع مارك مع الفريق للارض تاني بسلام. على الارض بقى بنشوف ان كينج ليزرد بيضرب ريكس طلقه في دماغه وبيسيبه سايح في دمه وبينازع الموت، لكن الغريبه ان ريكس ورغم الاصابه دي الا انه مش بيموت وبيقوم من تاني وبيفضل يضرب في كينج ليزرد بكل دمويه وبيخلص عليه. وبعد بيوصل لمكان جنود تبع سيسل، وهنا بقى بيقع ريكس مغمى عليه فبيقرر ياخدوه دلوقتي عشان يتعالج. وقبل ما يمشوا بيشوفوا ان ري بتخرج من جسم الراجل اللي كلها وبتطلع ما ماتتش لكنها مصابه جدا، فبياخدوها هي كمان للمستشفى. بعد كده بيوصلوا مارك والكل للمكان وبيعرفوا اللي حصل، سواء موت دوبليكيت او اصابه ريكس وري وكل الكلام ده، وطبعا الكل بيزعلوا عليهم وبيعملوا كمان جنازه كبيره لدوبليكيت. بعدها بنشوف ان مارك بيرجع لجامعته تاني، واما بيوصل للجامعه بيقابل دونالد وويليام صحابه، وبيكون دلوقتي مع دونالد ريك. ولو مش فاكر ريك يا صديقي، فريك ده صديق ويليام اللي كان فيه واحد خطف الموسم اللي فات وعمل عليه تجارب دمويه، لكنه حاليا رجع وبقى تم بصحه. وبيكون رجع كده لانه اتعملت له عمليه زي بتاعه دونالد بالظبط. وعامه يعني الكل بيتبسط دلوقتي ان ريك رجع، وبيمشي دونالد من المكان. بعدها بيروح مارك يقابل ارت صديق ابوه نولان لو تفتكره، وبياخد مارك من ارت مجموعه كتب كده المفروض يعني ان نولان كان مألفها بنفسه، وبيفضل مارك يقرا الكتب دي، واثناء ما بيقراها بيكتشف حاجه مهمه جدا هنعرفها قدام. دلوقتي بنروح لسيسل واللي بيكون مع امورتال، وبيعرف دلوقتي ان في كائن فضائي غريب بيقرب للارض، فعلى طول بيروح امورتال يواجه الكائن ده، واللي بيكون ايلين، وبيفضلوا هما الاثنين بقى يتعاركوا في الفضاء.
بس بيوصل لمكان مارك ويوقفهم وبيعرف مارك إمورتال إن إيلين ده صديقه وإنه أمان يعني مش هيعمل حاجة تأذيهم، فبيسيبوا إمورتال وبيمشي. أما مارك بياخد إيلين لسكن الجامعة وبيقعدوا يتكلموا سوا، فبيعرف إيلين مارك إنه جاي يدعوه للانضمام لساديوس عشان يتحاربوا ضد الفلترو. وقتها بيوافق مارك جدا وبيعرف إيلين إنه اكتشف حاجة كده، والحاجة دي بقى هي إن أبوه كان بيألف كتب خيالية، ولما قرأ مارك الكتب دي اكتشف إن أبوه بيوصف فيها نقاط ضعف شعب الفلتروم بحيث يعني يقدروا يهزموهم. وده بيعرفنا إن نولان كان من زمان جدا بيحضر إنه يخون الفلتروم. المهم إن إيلين بياخد نسخة من الكتب دي عشان يخلي ساديوس يقراها ويمكن يكتشف طريقة لهزيمة الفلتروم بسهولة، وبيودع مارك وبيمشي. بمناسبة نولان بقى، فبنشوف إن نولان حاليا مسجون في سجن كده تبع الفلتروم، وبيجي له كريج ملك الفلتروم وبيعرفه كريج إنه عاوز يرجع يشتغل معاهم وهينسوا كل اللي عمله. بس نولان مش بيوافق خالص، فبيتعصب كريج وبيضربه وبيسيبه في حبسه وبيمشي، ولسه ما نعرفش نولان ناوي على ايه. بعيدا بقى عن نولان وكل ده، بنروح حاليا لرائد الفضاء اللي رجع من الفضاء واتحرر من سيطره السكويد. حاليا الرائد ده بيروح بيته، وفي الوقت ده بتهجم عليه واحده من الكائنات السكويد لانها قدرت تهرب من المريخ لهنا، وبتسيطر على الرائد ده من تاني بكل سهوله وما نعرفش لسه هتعمل ايه. وفي مكان تاني بنشوف ان انجستروم بيتنقل دلوقتي من عالم للتاني لحد ما بيوصل للعالم الاصلي اللي فيه مارك والكل، وبيكون انجستروم فرحان انه وصل لهنا ولسه ما نعرفش هو عاوز ايه. بعد كام يوم من كل ده بنشوف ان مارك وامبر في معرض كده للصور المصوره، وبيكونوا مبسوطين انهم اخيرا بيخرجوا سوا بعد فتره طويله جدا كان مارك مشغول فيها بانقاذ العالم. الفكره بقى ان الحلو مش بيكمل، وبتيجي مكالمه مارك حاليا من ايف بتعرفه فيها ان ليكس هرب من المستشفى وراح يتحارب مع شرير خارق لوحده، وبتطلب ايف من مارك انه يلحقه بسرعه لتحصل له اي حاجه. بيوافق مارك وبيضطر يسيب امبر وبيمشي. اما ليكس فبنشوف انه في مكان كده كان بيسرق عصابه غريبه على راسهم بطل خارق عباره عن اخطبوط ضخم. المهم يعني ان ليكس بيفضل يتقاتل معاه كتير جدا، وفي النهايه بيقدر الاخطبوط ده يسيطر عليه وبيكون هيقتله، لكن لحسن الحظ بيوصل مارك للمكان وبينقذ ليكس. بعدها يتعارك ليكس مع الاخطبوط ده وبيقدر يتغلب عليه، وبس الليله بتخلص على كده. وبيرجع مارك للبيت وبيتكلم مارك مع امه، وبتعرفه دلوقتي انه مقصر جدا مع امبر اللي بتحبه جدا، فبيقرر مارك انه ياخد اجازه وبيروح دلوقتي لامبر، وبيخرجوا سوا وبيروحوا مطعم كده يتعشوا فيه. ويكون مارك على فكره مبسوط بشكل مش طبيعي، لكن فرحته لن تكتمل، لان في اللحظه دي بتوصل للمكان واحده من شعب الفلتروم وبتثبت امبر، وبتعرف مارك انه هيجي دلوقتي يتكلم معاها او هتقتل امبر. فبيخاف مارك وبيعرفها انه يروح يتكلم معاها، وفعلا بيروح مارك يتكلم مع البنت دي، واللي بتعرفه ان اسمها انيسا وانها مبعوثه من كريج امبراطور كوكب الفلتروم، وجاي عشان تطمن هل استولى على الارض ولا لا. لكن مارك بيعرفها انه ما استولاش على الارض ومش هيستولي عليها لمصلحه الفلتروم. وقتها بتعرفوا انيسا انهم لما هيحتلوا الكوكب هنا هيساعدوا البشر وهيطوروا حياتهم وهيخلوا كل حاجه تبقى احسن، وبتعرفوا انيسا انهم مش جايين يقتلوا بل جايين بس يديروا الكوكب ده بشكل افضل، وبتعرفوا انيسا انه الافضل ليه انه يوافق ويستولى على الكوكب ويسلموا ليهم بدل ما يجوا بجيش ويقتلوا مليارات البشر ويحتلوا برضه الكوكب. وقتها برضه بيرفض مارك كلامها، وفي اللحظه دي تواصل سيسل مع مارك وعرفوا ان في وحش بحري عملاق هاجم سفينه وهيقتل كل اللي فيها. بيقرر مارك يروح يحارب الوحش ده، وبتروح انيسا معاه، وبيفضل مارك يحارب الوحش ده بس بدون فايده ومش بيقدر يهزمه. وقتها بتضرب انيسا الوحش ده ضربه واحده بس فبتخلص عليه، وبتعرف انيسا مارك انها عملت كده عشان تثبت له انهم هيكونوا مفيدين جدا للارض وهيساعدوا بعض، وبتطلب منه انيسا يوافق على احتلال الارض بدل ما تحصل مشاكل. بس مارك بيرفض برضه، فبتتعصب انيسا وبتتعارك معاه معركه من اقوى ما يكون، وبتكون انيسا اسرع من مارك بكتير واقوى منه بمراحل، فحرفيا بتبهدله خالص وبتقدر تسيطر عليه وبتكون هتقتله، لكنها مش بتعمل كده، وبتعرفه بس انه لازم يحتل الكوكب والى المره الجايه هيحتله بنفسه، وبتسيبه انيسا وبتنطلق بقى مع نفسها في الفضاء. اما مارك فبياخد بعضه بيروح لامبر وبيفضل يعتذر لها عن كل اللي حصل، بس امبر بتكون منهاره انها كانت هتتقتل، وبتعرف دلوقتي مارك ان علاقتهم مش هينفع تكمل لانها مش تقدر تعيش في التوتر ده دايما، فبيزعل مارك وبيسيب امبر دلوقتي وبيمشي من غير ولا كلمه. بيروح مارك دلوقتي مع نفسه ويقعد كده عشان يفك، لكن للاسف مش بيلحق يقعد مع نفسه 5 دقايق حتى، لان انجستروم بيتصل بيه وبيعرفه انه في بيته مثبت امه ولو ما جاش حالا هيقتلها، فبتصدم مارك ولسه ما نعرفش ناوي يعمل ايه. في نفس الوقت ده بنشوف ان ايلين كان ماشي في الفضاء وبصدفه عدى جنب سفينه بتاعت الفلتروم، فهو بتجي له انيسا وبتفضل تضربه لانها بتفتكره جاسوس، لكن ايلين ولا بيهمه وبيتقاتل مع انيسا وبيقدر يسيبها لدرجه ان انيسا نفسها بتتصدم وما بتكونش عارفه ازاي بقى بقوه زي دي، فبتقرر تقبض عليه وتدرسه. فبتضرب انيسا ايلين ضربه كده بتفقد الوعي وبتاخده بعد كده وبتروح للسفينه، لكن لعلم صديقي ايلين ما فقدش الوعي بل قاصد ان انيسا تقبض عليه وتحطه في السجن على امل انه يقابل نولان هناك ويضمه ليه. في المجمل بنسيب كل ده وبنروح لدونالد، بنشوف ان دونالد دلوقتي بيتكلم مع سيسل وبيعرفه انه مش عاوز يشتغل معاه تاني لانه خدعه ورجعه الحياه بدون ارادته ومسح له ذاكرته كمان. وتعرفه سيسل انه هو اللي طلب تتمسح ذاكرته وان دي مش اول مره يتقتل فيها ويحولوه لاله ويرجعوا له الحياه. وبياخد سيسل بعد كده دونالد لجهاز كمبيوتر كده وبيشغله عليها فيديوهات وبيسيبه يتفرج عليها وبيمشي،
فبيتفرج دونالد على الفيديوهات دي، وبتكون فيديوهات بيظهر فيها دونالد وهو بيتقتل سواء من اشرار خارقين او حوادث وما الى ذلك. وبيكتشف دونالد دلوقتي انه مات اكتر من 36 مره ورجع للحياه في هيئه اله، هو اللي بيطلب دايما يتمسح ذاكرته عشان ما يفتكرش كل ده. طبعا بتكون دي صدمه لدونالد، لكنه بيقرر يكمل حياته ويساعد برضه في انقاذ العالم زي ما بيعمل دايما. وبمناسبة الانقاذ بقى، فحاليا جت مكالمه لدونالد من ويليام عرفه ان ليك صاحبه عايز يقتل نفسه. بيروح دونالد عشان يشوف فيه ايه، بيلاقي ان ليك عايز يقتل نفسه لانه اكتشف انه اتحول لآلة حرفيا. وتعرفه دونالد ان دي مش مشكله وانه يقدر يعيش حياته ولازم يتخطى المعضله دي. فبيقتنع ليك بكلام دونالد وبيقرر يعيش حياته ويتأقلم. دلوقتي بقى بنرجع لمارك، واللي بيروح بيته فبيلاقي انجستروم مثبت امه واخوه، وبيعرفوا انجستروم حاليا انه شخص شرير وانه كان بيلاحقه في عوالم كتير هو دمرها. وبيعرفوا انجستروم انه قتل نسخه في عوالم كتير، وحاليا بقى جه الدور عليه عشان يقتله. وقتها بيتعصب مارك وبيحاول يتقاتل مع انجستروم، بس انجستروم بيفضل يفتح بوابات ويحدف مارك فيها وهكذا، وبيفضل مارك يحاول يوصل له لكن بيفشل. وفي مره بيبعت انجستروم مارك العالم من العوالم، وبيقعد بقى انجستروم يتكلم مع ديبي ام مارك. انجستروم عرف ديبي دلوقتي انها شريره زي ابنها بالظبط، لدرجه انها في اكتر من عالم اتحدت معاه هو ونولان، وعشان كده لازم تموت هي كمان. طبعا بتتصدم ديبي من كل ده وبتحاول تتعارك مع انجستروم، فبيضربها انجستروم وبيكسر لها ايدها. بعد كده بيجيب انجستروم مارك للعالم هنا تاني، ولما بيشوف مارك اللي عمله انجستروم في امه حرفيا مش بيقدر يملك اعصابه، وعلى طول بينزل ضرب في انجستروم بكل عصبيه. وبيكون انجستروم قوي برضه وبيفضل يضرب في مارك وينقل مارك ونفسه من عالم لعالم وهكذا، لحد ما بيوصلوا لعالم معين. وفي العالم ده مارك قدر يسيطر على انجستروم وبيفضل يقتله بكل عنف وهو مش حاسس بنفسه، لحد ما بيقدر مارك يقتل انجستروم تماما. بعد كده بيدرك مارك انه في عالم ما متدمر تماما وانه مش هيعرف يرجع للعالم بتاعه خالص، فبيحبط وبيفضل قاعد. بس بتحصل حاجه غير متوقعه، ان فريق الحراس بيوصلوا عند مارك وبيعرفوا انهم فريق الحراس، لكن مش الفريق اللي يعرفه بل فريق العالم ده. والفريق دول دلوقتي جايين يساعدوه بما انه قتل انجستروم اللي كان عامل خراب في كل حته، ودلوقتي هيرجعوا له العالم بتاعه. وفعلا بيفتحوا بوابه بترجع مارك اخيرا للعالم بتاعه عادي خالص، ورغم كل المشاكل اللي حصلت مع مارك دي الا انه بيحاول يرجع يندمج ويعيش هو وامه واخوه بدون اي مشاكل. وطبعا هنشوف مارك هيعمل ايه تاني، ولكن في ملخص الموسم الثالث لما يتعمل السنه الجايه ان شاء الله. اخر حاجه بقى بنشوفها ان ايلين بيدخل السجن بتاع الفيلتروم، وبالصدفه بيقابل نولان، وبيقدر ايلين يتواصل مع نولان من خلال التخاطر في عقله، وبيعرفوا انه جاي هنا عشان يهربوا سوا ويحاربوا شعب الفيلتروم. وبيعرفوا ايلين كمان انه يعرف ابنه مارك وان مارك هيحارب معه، فبتشجع نولان وبيقرر انه هيهرب من هنا هو وايلين. وهنشوف طبعا هيعملوا ايه، ولكن برضه في ملخص الموسم الثالث لما ينزل ان شاء الله. ومع النقطه دي بقى بينتهي الموسم ده، وطبعا لسه في اسئله كتير لسه ما عرفناش اجابتها، زي هل مثلا مارك هيقدر يتغلب على الفيلتروم ولا لا، وهل ايلين ونولان هيقدروا يهربوا ويعاونوا مارك ولا لا. كل الاسئله دي واكتر هنجاوب عليها لما ينزل الموسم الثالث، واللي تاكد يا صديقي انه اول ما ينزل على طول هنكون اول ناس نلخصه. وبس كده، سلام.